السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفه درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس يتعلق بلا كولوراسيون دون ايماج نوار اي بلون، كومون لا ترانسفورمي اون كولور. دونك نتوكلوا على الله نشوفوا ليماج ديالنا. دونك فوالا، دونك اللوجيسيال اللي تنخدم عليه هو فوتوشوب سي سي 2019. نديرو اوفرير، ناخدو باغ اكزومبل ايماج، اون فا بروندر هادي. دونك اول حاجة انني تنطلع على لا طاي ديال ليماج، تنشوف لا ريزوليسيون ديالها اسكي لي بون. دونك تنمشيو ايماج طاي دو ليماج، فوالا هيا تنشوفو هنايا لا طاي ديالها اون سنتيمتر، اي لا ريزوليسيون راها 300 بيكسل بار بوس. Donc le poids de la ou la taille de la 10,3 mégas. On valide. Donc, pour colorier une image, je vais commencer par les cheveux. Mais je vais être certain que je crée un nouveau calque. Créer un nouveau calque. Ou la coloration des cheveux, je vais prendre par exemple la coloration. Donc, je vais prendre tout le monde à la hauteur de son dialogue. وعلى حسب الكولور اللي يبغي يدير في لي شوفو. ومن بعد نمشيو ناخذو لو بانسو ونمشيو ناخذو هنايا هاد الشكل هذا اللي فيه لا ديورتي زيرو، اللي هو عنده على شكل كونتور بروغريسيف في الجناب ديالو. هادي راها لا ديورتي ديالها 100% تتبان نت من الجناب ديالها. دونك من الاحسن ناخذو هادي باش تعطيني ديك الحواف ديال لا فورم ديالي اولا لا طاي ديالها تكون على شكل كونتور بروغريسيف، يعني دابا بيت الشكل من الجناب ديالها. ومن بعد نشوفوا لاطاي على حسب لو بيزوان. دونك انا بويسكو هنايا غادي ندير لا بارتي ديال لي شوفو هنايا، قبل ما نكولوريي الفو نغونومي لو كالك ديالي. دونك نجي لهنا ندير واحد دوبل كليك ونسميوه هنايا لي شوفو، فوالا اي جو فاليد افيك اونتري. ومن بعد هنايا من غادي نديرو لا كولوراسيون ديالنا تبان لينا بحال هاد الشكل هذا. بقاو غاديين غير بشويه تنشوفو هكذا. ومن بعد غنزيد ليها واحد لو مود اللي يخلي ليا ديك ليماج تبان غيال ونت. دونك شنو هو هاد لو مود؟ سي لوميير تاميزي، فوالا. وعاد نمشيو نكملو لا كولوراسيون ديالنا، ولا احتاجيت نكبر لا طاي ديال لو ديامتر ديال هاد لو سيركل ديالي بوطون دووا ونزيد في لا طاي ديالو شويه. فوالا جو كليك هنايا ونعاود نكمل لا كولوراسيون ديال لو مونتيل ديالي بحال الشكل هكا. دونك نحاول نمشي معاها على حسب بعدا. هنايا هاد لاباتي شويه رقيقه، دونك غندير بوطون دووا ونصغر من لو ديامتر ديال لو مونتيل ديالي هكذا. نربطو نكملو لوغياج ديالنا على شكل هكذا. بطبيعة الحال هنايا راني تنكولوغيي في ان نوفو كالك، هاهو لاحظتو معايا راه لو ديزاين تيبان ليا هنايا في هاد لو كالك ديالي. نحاول نكمل لوكولوغياج ديالي. سي باغ اكزومبل انا كنت تنكولوغيي و جي ديباسي ديك لاباتي اللي بغيت نكولوغيها، باغ اكزومبل كنت هنايا شوية ديباسيت بحال هاد الشكل هكذا باغ اكزومبل. دونك غادي نحاول نمشي ناخد لاكوم ديالي ونجي لهنايا افيك لاكوم سي سامبل ونمسح هاد لاباتي كي ديباسي هكذا بحال الشكل. نعاود نرجع ناخد البانسو ديالي ونكمل لو كولورياج ديال لي شوفو ديالي. فوالا نحاول ندوز على هاد الحواف هنايا. من بعد ملي نبغيو نديرو لو كولورياج ديال لابو ديالنا غادي يبان داكشي متوازي مع بعضياتهم. داكوغ. دونك من بعد ندوزو لا كولوراسيون ديال لا بوش باغ اكزومبل. غنزومي شويه وغندير توجور نوفو كالك ونغونومي لو كالك ديالي ونسميه باغ اكزومبل لا بوش. دونك فوالا ونمشيو ناخدو باغ اكزومبل هاد لا كولوراسيون روج ونصغر من لو ديامتر ديال لو بانسو ديالي هكذا بحال الشكل هكذا. وبطبيعة الحال هنايا il faut savoir maîtriser la souris le déplacement ديالنا. دونك كيف قلنا تنبداو بلا كولوراسيون اولا تنشوف اللي مناسبني، ومن بعد تنزيد ليه لو مود
لوميير تاميزي. نعاود نكمل جو زوم ان تي بو شويه هكذا فوالا. من كنا ندخل لواحد لابارتي اللي هي رقيقه شويه، نعاود نصغر لو ديامتر ديالي ونحاول نمشي على هاد الجنبات هكذا، ندير كونترول زد لا ديباسيت شي شويه، يمكن لي ندير كونترول زد. هنا لاحظتي وراني تنكليك على بوان ديكسكلاماسيون اللي عندهم الكلافي ويندوز، دونك بوان ديكسكلاماسيون تزيدني لو ديامتر، اي لي دو بوان اللي حدا بوان ديكسكلاماسيون تعطيني لا ريدكسيون ديال لو ديامتر ديال لو بانسو ديالي. فوالا بحال شكل هكا. دونك اون فوا تنكون ساتيسفي من لو موديل ديالي فوالا. دونك دابا ندوزو لي زيو، نمشيو نديرو نوفو كالك ونغنوميو لو كالك ديالنا زيو اي جو فاليد. زومي شويه على لابارتي ديال لي زيو بحال هكذا. لو ديامتر ديالها نحاول نصغرو باسكو هنايا ندوز فوالا. ناخد واحد لاكولوراسيون فيغت بحال هكذا، مفتوحة بحال هكذا، وندير واحد لو باساج لوميير تاميزي فوالا. و لا ميم شوز في لوتر كوتي. سي باغ اكزومبل لا كولوراسيون كانت شويه فونسي بزاف ماشي مشكل، دونك غادي نمشيو نهبطو ليها شويه لوباسيتي ديالها فوالا، باش ما تكونش لا كولوراسيون ماشي زوينه وما تتبانش غيال. دونك من الاحسن نهبطو ليها شويه من لوباسيتي حتى ل 60 باغ اكزومبل بحال هكذا. بقات لينا دابا لابو، دونك غادي نمشي ندير نوفو كالك ونغنوميها بو فوالا جو فاليد. ونمشي ناخد لو بانسو ديالي وناخد هاد لا كولوراسيون اللي تتبان شويه هنايا مارون كلير فوالا، مارون بال شود فوالا. جو كليك تتخرج ليا هنايا اون برومي بلون، وطابت لها تناخد لو بانسو ديالي. هنايا ليسباس شويه كبير، غادي نزيد في لو ديامتر فوالا. لوميير تاميزي توجور دونك هنايا غنحاول ندوز رابيدمون باش ما نطولش عليكم الفيديو. فوالا انا كملتها. دونك بالنسبه لي بارتي اللي ما بغيتهمش يتكولوريو، دونك ناخد لاكوم ديالي ونجي لهنا باغ اكزومبل عند لابارتي ديال لو ني، نحاول نصغر ونحاول نحيد لاكولوراسيون من هنا باش يبان la coloration. Voilà, tu m'as fait ma tête la de maille. راني حاولت نكولوريها بهاد لي كولور، وبطبيعه الحال كل واحد غادي يحاول يكولوري بشكل لي بغا وبديزاين لي بغا. دونك ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.